يقول يا مرحبا والقصيد جتني افكاره اره اخذت منه ما يرضي ذوق جمهوره والنفس يا صاحبي بالسوء انا اماره لكنها اذنبت ما هي بمعذوره اللي يا هذا الشوق تاره اشتعل تاره لو استر الشوق مال الشوق مستوره اشتق للي عطها سكب البيت ذا اره لولاه ما تسري اللكززة ولا نوره الدار داره في ليله بارده والارض ممطوره يد على القير والاخرى على الطاره ودموع عيني على الخدينه منثوره لين اجي شارعه مره دواره واخذ على بيتهم دورها ورا دوره يذبحني الشوق وسيره على جاره لين جاره زاق من كثر مزوره واقول يا ليتني ساكننا بهالحاره في جنب بيتها وسور البيت هو سورها قل ما بها لا ضقت اقبل جداره ولا لهب الهوى تصني عطوره اخر هدايا اهلي ساعه الله ونظاره وجرح لها الحين نفسي منها مخطوره اسلي النفس في نوره وفي ساره ولا عاضني فيه لا ساره ولا يا الله الله اكبر هذه من شعرها صاحب بناتكم الكبيره هذه من شعرها ها من شعرها والله اني ما اعرفه لكن امسي عليه بالخير تراجع